للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من لوساكا عاصمة زامبيا موفدة أكسترا نيوز دانا مدحت. دانا، يعني اطلعينا على آخر الاستعدادات من لوساكا للاجتماعات ربما التحضيرية للقمة الفعلية للكوماسا لهذا العام واستلام رئاسة الكوماسا من مصر لزامبيا. تفضل يا دانا. أهلا بك لما، أهلا بك شروق. دعوني في البداية أتحدث عن لوساكا عاصمة زامبيا، حيث أنها تعد من أكبر مدن زامبيا وتقع في الجزء الجنوبي للبلاد. لوساكا أيضا وزامبيا تعد هي من أكبر المدن الإفريقية من حيث النمو في السكان، كما أنها تعد مركز تجاريا كبيرا وضخما، هذا بالإضافة لكونها مقر للحكومة. يعود تاريخ إنشاء الكوميسا لما إلى عام وشهر ديسمبر لعام 1994 منظمة تتألف من عدد من الدول ذات السيادة، والتي اتفقت هذه الدول في الحقيقة لمزيد من التعاون لتنمية مواردها الطبيعية والبشرية بما يعود بالنفع بالتأكيد على كل مواطني القارة الإفريقية. الحقيقة أنه الكوميسا هي تمتلك سلسلة كبيرة جدا وواسعة من الأهداف والأولويات، تأتي في أولويات وفي مقدمة هذه الأهداف طبعا مسألة تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وهو ما تم الحديث عنه اليوم في الجلسة الافتتاحية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الكوميسا. تحدثوا وتحدثنا مع عدد كبير من المسؤولين الأفارقة، تحدثوا عن مسألة الأمن في الإقليم، وهي من المفترض أن أزمة السودان وقضية السودان يجب أن تكون على رأس أولويات الدول الإفريقية، وأنه من الواجب ومن المفترض أيضا أن يتم حشد مزيد من الجهد لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. مناقشة عدد من الأمور في هذه القمة 22 للكوميسا، منها طبعا بالتأكيد مسألة تعزيز التجارة، وهو كما تعلمين لما بالفعل نجحت المنظمة في إنشاء منطقة للتجارة الحرة، كان بالتحديد في 31 من أكتوبر لعام 2000 بهدف التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية وحتى الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وإنهائها في نهاية المطاف. أيضا سيتم التركيز على مسألة الاتحاد الجمركي، لذلك تسعى المنظمة وبشكل جدي وبشكل كبير إلى إنهاء كل الرسوم الجمركية وحتى التدابير المقيدة أمام التجارة ما بين كل الدول الأعضاء. لذلك الحقيقة اعتمد الاجتماع 11 للمجلس الوزاري والذي انعقد في مصر، اعتمد خارطة طريق تشمل كل تفاصيل الأنشطة والبرامج التي من الضروري أن يتم التركيز عليها قبل الشروع في إطلاق الاتحاد. من ضمن الأمور أيضا التي سيتم التأكيد عليها ومناقشتها خلال الجلسات القادمة التي ستعقد على مدار هذه القمة 22 للكوميسا، مسألة هامة جدا لما، وهي البنية التحتية واللوجستيات. وكما تعلمين يمكن الدولة المصرية بذلت جهود حثيثة في هذه النقطة لتحسين إدارة النقل ووسائل حتى المواصلات لضمان تيسير سهولة تنقلات الأفراد وحتى البضائع والخدمات ما بين كل الدول الأعضاء في الكوميسا وحتى الدول الإفريقية. من ضمن أيضا الأمور سيتم مناقشة موائمة سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات النقدية في الإقليم. سيتم التركيز أيضا على نقطة غاية في الأهمية، وهي مسألة زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية، مما بالتالي سيؤثر على مزيد من الازدهار الاجتماعي والمجتمعي وحتى الاقتصادي. تحدثوا اليوم كمان عن الأمور الإيجابية التي تعود بالنفع على كل الأعضاء في الكوميسا، وهي مسألة طبعا كيفية استغلال أكثر عقلانية لكل الموارد الطبيعية والبشرية للقارة الإفريقية. تحدثوا كمان عن نقطة مهمة جدا، وهي مسألة الاتحاد الجمركي والسياسات النقدية، كيف من الممكن أن تكون أكثر تنسيقا، وكيف ممكن أيضا البنية التحتية واللوجستية تكون أكثر موثقية في الأيام القادمة. تحدثنا كمان مع مساعد وزير الخارجية المصري سعادة السفير أشرف سويلم، تحدث عن تسليم مصر في العام الماضي للرئاسة المصرية الدورية لدول الكوميسا، حيث كما تعلمون مشاهدونا الكرام بأن مصر تسلمت الرئاسة الدورية لدول الكوميسا ووضعت بالفعل من أولوياتها تعزيز التبادل التجاري، لأنه التعاون الإقليمي من خلال التكتلات الخارجية أصبح واحد من أهم وأيضا من أسرع آليات تحقيق التنمية. لذلك
الحقيقة جاء انضمام مصر لهذه الاتفاقية ولهذا التجمع الكوميسا نابعا من إدراك كبير جدا وعميق من قبل كل الدول الأعضاء للأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية وللمحيط الجغرافي ولحتمية التواجد المصري في كل التجمعات وخاصة التجمعات الاقتصادية، وأيضا نابع من أهمية ومتانة العلاقات المصرية مع دول حوض النيل. مع كل هذه المعلومات الهامة جدا اللي ذكرتيها لنا، يمكن مصر تولت رئاسة الكوميسا في توقيت غاية في الدقة والأهمية والصعوبة في نفس الوقت نظرا لجائحة فيروس كوفيد، وتسلم هذه الرئاسة لزامبيا، وكان هناك بعض الملفات وبعض المشاريع المفتوحة بالفعل التي تعمل عليها الدولة المصرية مع دول الكوميسا. إيه أبرز هذه الملفات اللي هتكون أيضا موجودة خلال الاجتماعات في المرحلة القادمة؟ نعم، لما كما ذكرت لك من أهم المواضيع والملفات التي سيتم تناولها هو مسألة تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، لأنه ذكروا وقالوا بأنه لا يوجد استقرار اقتصادي أو تنمية حقيقية من دون حتمية تواجد الاستقرار والأمن في القارة، لذلك يجب أن تعمل كل الدول الأفريقية على حل كل أزمات المنطقة والإقليم، في مقدمة هذه الأزمات طبعا ملف السودان. كان هناك إشادة كبيرة جدا بالدور المصري في الفترة الماضية وفي تسليم مصر لرئاسة الكوميسا، لأنه كما تعلمين لما وصلت مصر التعاون على المستوى الثنائي في كل المجالات خلال الفترة الماضية، حتى أن مصر تابعت بإيجابية وبشكل مستمر لكل التغيرات التي تطرق على القارة الإفريقية. والحقيقة أنه مع يعني استكمال قطار التنمية في الدولة المصرية وفي الداخل المصري نحو تحقيق الجمهورية الجديدة، لكن يبقى دائما تحقيق المصالح الإفريقية والدفاع عن مصالح الأفريقية وحتى تحقيق التنمية والعمل على تحقيق الملفات كل إلى مصالح ومتطلبات الملفات الهامة اللي ذكرتيها لنا هنا. صحيح. ملف البنية التحتية واللي كانت بدأته مصر خلال رئاستها للكوميسا، وأيضا صحيح. ملف التكاملات الصناعية وملف الصحة. ولكن دعيني أسألك دانا عن الحضور أو شكل الحضور، كيف تتابعين من خلال مشاهداتك في بداية الاجتماعات التحضيرية؟ هناك لما حضور كبير جدا، هناك كل يعني وزراء خارجية الدول الأعضاء في الكوميسا كانوا اليوم حاضرين لمناقشة هذه الجلسة التحضيرية لوزراء خارجية الدول الأعضاء، كلهم تحدثوا عن أهمية هذه القمة 22 التي ستتضمن عدد كبير جدا من الرسائل التي من الممكن أن نخرج بها خاصة في هذا التوقيت، لأنهم يرون بأن الإقليم والعالم يمر بعدد كبير جدا من الأزمات والأمور. في مقدمة هذه الأزمات تعلمين لما طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تلقي بظلالها ليس فقط حتى على الدول الإفريقية، لكن حتى تلقي بظلالها على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فهذه من أوائل المشاكل التي سيتم مناقشتها، لأنها تؤثر بالتأكيد على مسألة سلاسل الإمداد و حتى التوريد. سيتم أيضا مناقشة مسألة جائحة كورونا، لذلك مصر ستشارك بتجربتها الناجحة لما لأنه مصر استطاعت في هذا التوقيت أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية في نفس الوقت حتى تحافظ على حياة المواطن المصري، ذلك واجهت هذه الأزمة بشكل ناجح جدا وشكل مبهر بالنسبة حتى لدول العالم ليس فقط بالنسبة للدول الأفريقية. لذلك كل الدول الأفريقية اليوم تريد أن تستفيد من التجربة الناجحة التجربة المصرية في كل الأمور، ليس فقط في جائحة كورونا لكن حتى على المستوى الاقتصادي.